السلام عليكم. اليوم نروحوا لمدينة عنابة لنقف على المشاريع نتاع السكنية والأحياء الجديدة هذه اللي راه قيد الإنشاء في بلديات عنابة. إذا نخليكم تشوفوا هذا الحي هذا اللي أنا يبان لي جيد، يعني اللي يبقى المشكل الوحيد اللي يبقى هو التهيئة الخارجية والتواصل ما بين هذه الأحياء وتدعيمها بمشاريع عند مرافق اجتماعية مثل المستوصف والمسجد والروضة والمدرسة والبلدية والحديقة. كل هذه المرافق سوف تزيد، يعني تنوع من النمط العمراني وتخلق ما يعني المدينة. المهم يكون فيه تناسق بين الأحياء هذه والارتباط ما بين الأحياء هذه، وما نخليش يعني المساحات هاملة فارغة دي تيران فاك هكذا. لازم نكمل النسيج العمراني تاع المدينة، إن شاء الله يكون فيه تحسين في النمط العمراني. والسلام عليكم. Thank you.